بسم الله دكاترتنا وحبايبنا الغاليين، صباح الفل. اخر جزء في العملي، جزء عبارة عن شوية صور، ينزل لك شوية صور زي اللي قدام حضرتك ويقول لك رقم واحد ده اسمه ايه، رقم اتنين عضلة اسمها ايه، رقم تلات، وهكذا يشاور لك على الرقم. بس هو ينزل لك الصورة دي، يشاور لك على الرقم، تكتب له الرقم، خد قلمك وامشي، خلاص انت كده خلصت. يعني هو ده السؤال، يشاور لك على الرقم. طيب انا بس في الليله دي كلها، يعني الموضوع ده سهل جدا جدا جدا، كمان حوار الصور ده سهل جدا ومضمون قوي، بس بتصعب عليا حضرتك وانت قاعد في قلب اللجنه وهو بيقول لك رقم خمسة، بيشاور على ايه وانت قاعد تدور في الارقام دي كلها على رقم خمسة. بص قاعدين ندور، فانت مطلوب من حضرتك تكون حافظ ترتيب الارقام، يعني عارف ان هنا بادئ من هنا وماشي كده وبعد كده بينتهي هنا، فانت تكون عارف الترتيب. طيب برضو زي ما قلت لك، خلصنا ابر وخلصنا لور الحمد لله، رجعهم تاني وتعالى بقى هنا ايه للصور. اول حاجة اظن الرسمة اللي قدامك باين قوي ان ده البيكتورال ريجون بتاعت واحد وده الارم، شاور لك على رقم واحد وقال لك ده ايه، قلت له الدلتويد مصر، بس خلاص تكتب له دلتويد، انت كده خدت الدرجة، يبقى رقم واحد دلتويد. رقم اتنين، العضلة اللي قدام حضرتك دي اسمها ايه العضلة دي؟ قال لك اسمها بايسبس براكياي مصر، يبقى الدلتويد ودي البايسبس براكياي، كلام جميل. رقم اربعة، العضلة اللي ليها صوابع اللي اسمها سيريتاس انتيريور مصر، سيريتاس انتيريور مصر. امال مين رقم ستة؟ رقم ستة العضلة اللي قدام حضرتك دي البيكتوراليس ميجور، بيكتوراليس ميجور مصل، بيكتوراليس ميجور مصل. ادي اول صورة خلصت. طيب هنا اللي ظاهر في الرسمة قدام حضرتك ان دي سكابيلا ومتشالة لورا شوية، مرجعين السكابيلا لورا شوية، في عضلة رقم واحد دي ماسكة على السكابيلا من قدام، اسمها ايه العضلة دي؟ اسمها الساب سكابيولاريس مصل، اسمها ايه؟ سب سكابيولاريس مصل. طب رقم اتنين، العضلة اللي ليها صوابع، رقم اتنين العضلة اللي ليها صوابع اسمها سيريتاس انتيريور مصل. رقم تلاتة، النيرف اللي ماشي على السيريتاس انتيريور اسمه لونج ثوراسيك نيرف، اللي هيغذيها اسمه ايه؟ لونج ثوراسيك نيرف اللي هيغذيها. ادي تاني صورة، خلص خمس صور وارجع هاتهم تاني من الاول، راجع عليهم كتير برضو. الصورة اللي بعد كده مصور لك الباك، في ناحية الشمال قدام حضرتك عامل لك السوبرفيشيال لاير اللي هم عضلتين ترابيزيوس ولاتيسموس، وناحية اليمين حاطط لك الديب لاير. طب تعالى كده، العضلة رقم واحد اللي فوق دي قال لك دي الليفيتور سكابيولا، ماسكة في الميديال بوردر من فوق، ليفيتور سكابيولا، ليفيتور سكابيولا رومبويدس ماينور رومبويدس ميجور، الثلاثه بالترتيب، ليفيتور سكابيولا رومبويدس ماينور رومبويدس ميجور. فرقم اتنين هتبقى رومبويدس ماينور، ورقم ثلاثة رومبويدس ميجور، رومبويدس ميجور. فقام واحد سالني يا دكتور ده بيقول رومبويد، هو رومبويد ولا رومبويدس؟ يا عم انت لو كتبت له ار اتش او هيصدقك، هو كده عارف ان دي رومبويدس، خلاص رومبويدس ماينور ورومبويدس ميجور، ترتيب مهم، ليفيتور سكابيولا رومبويدس ماينور رومبويدس ميجور. رقم اربعة، العضلة اللي فوق الاسباين اسمها سوبرا سباينيتس. رقم خمسة، العضلة اللي تحت الاسباين انفرا سباينيتس، يبقى فوق الاسباين سوبرا سباينيتس، تحت الاسباين انفرا سباينيتس. رقم ستة، عضلة هتروح تمسك في الجريتر تيوبروستي ورا، تحت الانفراس باينيتس على طول، اسمها تيرس ماينور، اسمها ايه؟ تيرس ماينور. تحتها على طول رقم سبعة تيرس ميجور، يبقى تيرس ماينور رقم ستة ورقم سبعة تيرس ميجور. تاني، ليفيتور سكابيولا رومبويدس ماينور رومبويدس ميجور، سوبراس باينيتس انفراس باينيتس، تيرس ماينور تيرس ميجور. رقم تمانية، لاتيسموس دورساي. رقم تمانية مين؟ لاتيسموس دورساي. طب رقم تسعة دي الترايسبس، العضلة اللي في الدراع من ورا اسمها الترايسبس، ولكن مش هقول لك على هدين، الهيد رقم ايه؟
قال لك دي لونج هيد، اما بي دي لاترال هيد. لونج ولاترال، لونج ولاترال، يبقى ايه؟ لونج هيد وبي لاترال هيد. رقم 10. 10 دي العضله اللي اسمها ترابيزياس، الترابيس اهي قدام حضرتك، ترابيزياس ماسل. 11 اخيرا العضله بتاعه الكتف اللي اسمها الديلتويد. ادي 11 رقم لازم تراجعهم وتكون بصمهم يعني ايه اكتر من اسمك. خلصت الصوره. هنا برضو مصور لك السكابولا من ورا، بيشاور لك على رقم 2 العضله اللي فوق السباين اسمها سوبراس باينيتس. اسمها ايه؟ سوبراس باينيتس. رقم 3 العضله اللي تحت السباين اسمها انفراس باينيتس. رقم 4 تيرس ميجور و6 تيرس ماينور. بص 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 فوق بعض ازاي، يبقى تيرس ماينور اللي فوق دي واللي تحت تيرس ميجور، تيرس ماينور واللي تحت دي تيرس ميجور، يبقى رقم 4 تيرس ميجور ورقم 6 تيرس ماينور. رقم 11 دي الترايسبس اللي برضو قلنا راسين، A تبقى اللونج هيد وB اللاترال هيد. لونج هيد ولاترال هيد يعني تقريبا نسخة مكبرة من الجزء ده، مكبرها لك بس في الرسمة دي. طيب اللي بعده هنا بقى مصور لك الشولدر من قدام او الدراع من قدام. عايزين رقم 7. رقم 7 دي عضلة اسمها كوراكو براكيالس. اسمها ايه؟ كوراكو براكيالس، طالعة من الكوراكويد قدام حضرتك وماشية في الدراع من قدام، اسمها كوراكو براكيالس. يبقى رقم 7 كوراكو براكيالس. رقم 10 فين؟ رقم 10 اهي. رقم 10 دي مين؟ قال لك دي ماسكه في اللاترال ليب بتاعت البايسيبيتال جروف. هي العضله دي مقطوعه على فكره، مقطوعه. يبقى رقم 10 البيكتوراليس ميجور لانها ماسكه ناحيه لاترال. بيكتوراليس ميجور، بيكتوراليس ميجور مصر. رقم 11 دي اللونج هيد بتاعت البايسبس، و12 الشورت هيد بتاعت البايسبس. لونج هيد اوف بايسبس وشورت هيد اوف بايسبس، لونج هيد اوف بايسبس وشورت هيد اوف بايسبس. رقم 14 حته الابونيروزس اللي بيطلع من التندون بتاع البايسبس اسمه بايسيبيتال ابونيروزس. اسمه ايه؟ بايسيبيتال ابونيروزس. واخيرا النيرف رقم 15 ده اسمه ميديان نيرف داخل الكيوبيتال فوسا زي ما حضرتك شايف، اسمه ميديان نيرف. اسمه ايه؟ ميديان نيرف رقم 15. خلصت الصوره. هنا تقريبا نفس الكلام لكن بس مقشر لك عضله، بيظهر لك عضله جديده. رقم 1 الكوراكو براكيالس، رقم 2 البايسبس براكياي، بس هنا مشاور لك على النيرف. رقم 2 ده النيرف اللي اسمه ماسكولوكوتينياس نيرف. اسمه ايه؟ ماسكولوكوتينياس نيرف. يبقى رقم 1 كوراكو براكيالس، رقم 2 ماسكولوكوتينياس، رقم 3 عضله اسمها ايه؟ اسمها براكيالس. هو شايل لك البايسبس، عضلة اسمها ايه؟ براكيالس ماسل، براكيالس ماسل. واخيرا رقم 4 التندون اللي هيمسك في الريديال تيوبروستي ده البايسبس تندون، البايسبس تندون. يبقى رقم 1 كوراكو براكيالس، 2 الماسكولوكوتينياس نيرف، 3 براكيالس، 4 البايسبس تندون، البايسبس تندون. طيب هنا مصور لك برضو الشولدر من ورا او الدراع كامل من ورا. رقم 2 الانفراس باينيتس، 3 تيرس ماينور، 4 تيرس ميجور. عارفين ترتيبهم؟ انفراس باينيتس، تيرس ماينور، تيرس ميجور. يبقى خلصت 3 ارقام. رقم 5، رقم 5 دي الترايسبس مصر، عضله الترايسبس. رقم 7 النيرف اللي بيكون ورا الميديال ايبيكوندايل. عرفت منين ان انا ميديال؟ ما انت عارف ما باقي الجسم الناحيه دي، يبقى كده ميديال وكده لاترال. النيرف اللي بيكون ورا الميديال ايبيكوندايل ده اسمه النر نيرف. اسمه ايه؟ النر نيرف. امال مين النيرف اللي بيلف حوالين السيرجيكال نيك بتاعت الهيومرس؟ مين النيرف اللي بيلف حوالين الهيومرس؟ اسمه اكزيلاري نيرف. اسمه ايه؟ اكزيلاري نيرف. انا بقول كفايه عليك كده بقى، وارجع يلا ارجع هات الصور دي من الاول تاني، هات الصور من الاول تاني وشوف كده، راجع يلا وتعالى كمل معايا. هنا مصور لك الدراع من ورا برضو. رقم 1 مين النيرف اللي بيلف على الهيومراس؟ اسمه اكزيلاري نيرف. رقم 2 نيرف ماشي في السبايرال جروف ورا،
ماشي في قلب عضلات الباك بتاعت الارم، اسمه ريديال نيرف. اسمه ايه؟ ريديال نيرف. رقم 3 اللونج هيد بتاعت الترايسبس، اللونج هيد بتاعت الترايسبس. رقم 4 حتة عضلة موجودة هنا كده ورا الالبو اسمها انكونياس ماسل. رقم ستة عضلة موجودة ورا الالبو، قدام حضرتك الالبو اهو، عضلة موجودة ورا الالبو اسمها انكونياس ماسل، شكلها مثلث بالشكل ده. انكونياس شكلها مثلث، الانكونياس شكلها ايه؟ مثلث زي ما حضرتك شايف في الصورة. والله كلام جميل، مصور لك عضلات الفور ارم. عضلات الفور ارم تعالى في الرسمة دي 5 6 7، احفظ ترتيبهم دول 5 6 7. فليكسور كاربي رادياليس 5، فليكسور كاربي رادياليس 6، بالمارس لونجاس فليكسور كاربي النارس، فليكسور كاربي رادياليس بالمارس لونجاس فليكسور كاربي النارس، بالترتيب من ناحية لاتر. فليكسور كاربي النارس بالمارس لونجاس فليكسور كاربي فليكسور كاربي رادياليس بالمارس لونجاس وفليكسور كاربي النارس. يبقى ادي 3 ارقام. رقم 8 و18. 8 دي لو خدت بالك هي ماشيه 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 وراحه للاربع صوابع، وانت شايف ان قدامك حفرتين، معنى كده ان انا باصص من قدام. عضله هتروح للاربع صوابع وماشيه قدام، يبقى اسمها فليكسور ديجيتورا. لا فليكسور لانها قدام، لاني لقيت حفرتين هنا الحمد لله. ديجيتورم لانها تروح للاربع صوابع. بس فليكسور ديجيتورم ايه؟ سوبر فيشيالس. فليكسور ديجيتورم سوبر فيشيالس، تلاقيها طالعه من الاوبليك لاين بتاع الريدياس بالشكل ده. طب دي عضله رقم 18 طالعه على راحه للصباع الكبير، مين اللي بتروح للصباع الكبير من قدام؟ فليكسور بوليسس لونجاس، فليكسور بوليسس لونجاس، فليكسور بوليسس لونجاس. طب رقم 19، رقم 19 هل هي طالعه من الاوبليك لاين؟ لا، بس راحه للاربع صوابع من قدام، يبقى فليكسور ديجيتورم بس بروفاندس. السوبر فيشيالز بتطلع من هنا، السوبر فيشيالز بتطلع من هنا وبتاخد اوريجين من هنا كمان، لكن دي طالعه من الالنا بس مش طالعه من الاوبليك لاين، وبالتالي تبقى فليكسور ديجيتورم بروفاندس. فليكسور ديجيتورم بروفاندس. تعالى هنا رقم 3، دي عضله اسمها برونيتور تيرس، راح تمسك في الريدياس ناحيه لاترال. برونيتور تيرس 21، العضله المربعه اللي تحت دي برونيتور كوادريتاس. واخيرا العضله رقم 23 اللي ماسكه في الريدياس من فوق دي السوباينيتور. برونيتور تيرس، برونيتور كوادريتاس، سوباينيتور. برونيتور تيرس، برونيتور كوادريتاس، وسوباينيتور. اللي بعده ليله عضلات، ليله عضلات من عضلات الرجل. صوره زي اللي قدام حضرتك دي انت حاسسها صعبه من بعيد، ايه رايك تديها وقت زياده شويه؟ اه والله اديها وقت زياده، يعني شاور لك على رقم 1. رقم 1 عضله في الفلور بتاع الفيمورال ترانجل ده، لو انت فتحت نظري، اسمها بيكتينياس. اسمها ايه؟ بيكتينياس. رقم 2 عضله اسمها الدكتور لونجاس، الدكتور لونجاس بيكتينياس سواس ميجور الياكاس. فاكر الدكتور لونجاس بيكتينياس سواس ميجور الياكاس، فرقم 2 هتبقى الدكتور لونجاس. رقم 3 العضله اللي جايه بميل بالشكل ده، سارتورياس، واضحه جدا جايه بميل بالشكل ده، اسمها سارتورياس ماسل، سارتورياس ماسل. رقم 4، 4 دي اسمها فاستاس، اسمها ريكتاس فيموريس. اسمها ايه؟ ريكتاس فيموريس. طيب 5 دي اسمها فاستاس لاتيراليس، ناحيه لاترال. طب 6 فاستاس ميدياليس لانها ناحيه ميديال، يبقى ريكتاس فيموريس، فاستاس لاتيراليس، فاستاس ميدياليس. طب لو شلنا الريكتاس فيموريس دي، شلناها وبصينا في الصوره دي على رقم 7، رقم 7 اسمها فاستاس انترميدياس. اسمها ايه؟ فاستاس انترميدياس. اذا الريكتاس فيموريس مغطيه الفاستاس انترميدياس، في الرسمه دي شلك السارتورياس وشلك الريكتاس فيموريس، فظهر لك 5 فاستاس لاتيراليس، 6 فاستاس ميدياليس، 7 فاستاس انترميدياس، لكن 4 دي الريكتاس فيموريس مغطياه. رقم 10 التندون بتاع الكوادريسبس فيموريس،
التندون بتاع الكوادريسبس فيموريس، 11 الباتيلا، عظمة الباتيلا ظهر قدامك، اللي بيطلع منها تندون رقم 12 ده اسمه ليجامنتم باتيلي. اسمه ايه؟ ليجامنتم باتيلي. يبقى 10 الكوادريسبس تندون، 11 الباتيلا، 12 الليجامنتم باتيلي. الرقم 13، الرقم 13 موجود عندك حتة عضلة ناحية لاترال فوق كده اسمها ايه؟ قال لك اسمها تنسور فاشيالاتا. اسمها ايه؟ تنسور فاشيالاتا. واخيرا رقم 4، حتة عضلة رفيعة خالص ناحية ميديال بالشكل ده اسمها ايه؟ العضلة رقم 14، جراسلس ماسل. يبقى احنا بدأناها من الفيمورال تريانجل، الدكتور لونجس بيكتينياس، سواس ميجور الياكس مش طالبهم حتى، سارتورياس ماسل، جراسلس ماسل اللي فوق اسمها تنسور فاشيالات، فاستس لاتيراليس، فاستس ميدياليس، ريكتس فيموريس، التندون بتاع الكوادريسبس، الباتيلا، الليجامنتم باتيلي. لما شلنا الريكتس فيموريس ظهر لنا الفاستس انترميدياس. خلصت الرسمه، خلصت الصوره. طيب هنا مصور لك الجلوتيا ريجون، هنا مصور لك الجلوتيا ريجون. العضلة الكبيرة اللي في الجلوتيا الريجون دي اكيد الكبيرة اللي اسمها ماكسيموس، جلوتياس ماكسيموس، جلوتياس ماكسيموس. تحتها رقم 2 جلوتياس ميدياس، تحتها على طول رقم 3 المينيموس. يبقى بالترتيب ماكسيموس ميدياس مينيموس، ماكسيموس ميدياس مينيموس. 4 عضلة شكل الكمتراية بالشكل ده اسمها بايريفورمس ماسل. اسمها ايه؟ بايريفورمس ماسل. اسمها بايريفورمس ماسل. كلام جميل. رقم 6، عضلة مربعة اسمها كوادريتاس فيموريس. رقم 6 عضلة مربعة اسمها كوادريتاس فيموريس. يبقى جلوتياس ماكسيموس ميدياس مينيموس بايريفورمس الكوادريتاس فيموريس. رقم 9، رقم 9 عضلة ماشية بالشكل ده وهتروح ناحية لاترال اسمها بايسبس. اسمها ايه؟ بايسبس فيموريس، بايسبس فيموريس. طب 10، 10 عضلة برضو في الباك بتاع الساي وهتروح ناحية ميديال اسمها ايه؟ اسمها سيمي تندينوزس. اسمها ايه؟ سيمي تندينوزس، بايسبس فيموريس، سيمي تندينوزس. 13 ده حتة بتاع بيضة كده اسمها اليوتيبيال تراكت. اسمها ايه؟ اليوتيبيال تراكت. طيب 14، مين النيرف اللي بيمشي في قلب البوبليتيا الفصة؟ اسمه تيبيال نيرف. اسمه ايه؟ تيبيال نيرف. وماشي معاه فيسلز اسمها بوبليتيا الفيسلز، لان دي البوبليتيا الفصة فاسمها بوبليتيا الفيسلز. رسمة زي دي برضو او صورة زي دي هتحس ان الدنيا خلاص تحسها معقدة شوية، لكن بالترتيب تعال نراجع عليهم. جلوتياس ماكسيموس ميدياس مينيموس بايريفورمس كوادريتاس فيموريس، بعد كده البايسبس فيموريس والسيمي تندينوزس، التيبيال نيرف والبوبليتيال فيسلز، وده اليو تيبيال تراكت معفن كده ملوش لازمه، اليو تيبيال تراكت. طيب هنا، هنا برضو مصور لك الجلوتيال ريجون بس شايل العضلات كلها، فبيشاورك رقم 1 على اكبر نيرف قدامك، ده اكبر نيرف في جسمك اصلا اسمه سياتيك نيرف. قط ده يعني مقطوع زي ما انت شايف، سياتيك نيرف، سياتيك نيرف. رقم 2، رقم 2 نيرف اسمه بوستيريور كوتينياس نيرف اوف ذا ساي، بوستيريور كوتينياس نيرف اوف ذا ساي، وكات برضه مقطوع، بوستيريور كوتينياس نيرف اوف ذا ساي. رقم 3 و4، 3 و4 دول رايحين للجلوتيا المصل. 3 ده اللي فوق اسمه سوبيريور جلوتيا نيرف، و4 ده اللي تحت اسمه انفيريور جلوتيا نيرف، انفيريور جلوتيا نيرف. فرقم 1 شاور لك على اكبر نيرف عندك اسمه سياتيك، رقم 2 بوستيريور كوتينياس نيرف اوف ذا ساي، 3 سوبيريور جلوتيال، 4 انفيريور جلوتيال. طب و5، 5 حته نيرف اسمه بيودندال نيرف. اسمه ايه؟ بيودندال نيرف، بيودندال نيرف. وتبقى كده خلصت الصوره. عضله اللينك، تعال هنا كده على رقم 1، العضلة اللي اظن انت كده واضح قوي ان انت مصور الليج من قدام. رقم 1 حتة عضلة ايه؟ اسمها تيبياليس انتيريور. العضلة اللي بتكون موجودة هنا دي اسمها ايه؟ تيبياليس انتيريور. كلام جميل. رقم 2،
رقم 2 عضلة اسمها اكستنسور هالوسس لونجاس ماشية بالشكل ده اهو 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 وراح للصباع الكبير اسمها اكستنسور هالوسس لونجاس. رقم 3 عضلة ماشية بالشكل ده وبتتقسم لاربع صوابع او بتروح للاربع صوابع اسمها اكستنسور ديجيتورام لونجاس. رقم 3 اكستنسور ديجيتورام لونجاس. رقم 4 و5 سوبيريور اكستنسور ريتيناكولوم وانفيريور اكستنسور ريتيناكولوم. سوبيريور اكستنسور ريتيناكولوم وانفيريور اكستنسور ريتيناكولوم. خلصت الرسمه. يبقى رقم 1 تيبياليس انتيريور، 2 اكستنسور هاليسوس لونجاس، 3 اكستنسور ديجيتورام لونجاس، 4 و5 سوبيريور اكستنسور ريتيناكولوم وانفيريور اكستنسور ريتيناكولوم. كلام جميل. طب تعالى هنا، هنا مصور لك الليج من ناحيه لاترال، مصورين من ناحيه ايه؟ لاترال. رقم 1، رقم واحد قال لك العضله اللي ماشيه دي وهتروح تتقسم لاربع صوابع، العضله دي اسمها اكستنسور ديجيتورام لونجاس. اسمها ايه؟ اكستنسور ديجيتورام لونجاس. رقم 2، رقم 2 العضله اللي عامله السمانه دي اسمها جاستروكنيمياس ماسل، اللي عامله السمانه اسمها جاستروكنيمياس. رقم 3 العضله اللي في اللاترال كومبارتمنت اللي اسمها بيرونياس لونجاس، اسمها ايه؟ بيرونياس لونجاس. رقم 6 و7 دول اسمهم بيرونيال ريتيناكولا، سوبيريور بيرونيال ريتيناكولوم وانفيريور بيرونيال ريتيناكولوم. سوبيريور بيرونيال ريتيناكولوم وانفيريور بيرونيال ريتيناكولوم. صور ما فيهاش اي افتكاسات، ومجرد تعرف المنظر اللي انت باصص عليه وتحفظ الحاجات البيانات اللي عليه بس. كلام جميل. هنا مصور الليج من ورا. رقم 1 ده تندون اسمه تندو كالكينياس. اسمه ايه؟ تندو كالكينياس او تندون اكيلس. تندو كالكينياس او تندون اكيلس. يبقى اسمه تندو كالكينياس اللي ماسك في الكالكينياس من ورا. رقم 2، رقم 2 دي اللاترال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس ودي الميديال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس. الهيد اللي ناحيه النيرف دي اللاترال، اللي ما فيهاش نيرف يبقى دي الميديال. اللي ناحيه النيرف دي اللاترال، لاترال هيد اوف جاستروكينيمياس ودي ميديال هيد اوف جاستروكينيمياس. كلام جميل. ما هو رقم 5 بقى النيرف ده اللي اسمه الكومان بيرونيال نيرف، ده اللي بيكون ناحيه لاترال فعلا، كومان بيرونيال نيرف. رقم 6 ده التيبيال نيرف اللي ماشي شاق الفصه بالشكل ده اسمه التيبيال نيرف. 7 و8 بوبليتيال فين وبوبليتيال ارتري، بوبليتيال فين وبوبليتيال ارتري. ماشي. طب رقم 9، رقم 9 حتة فين صغير رايح يصب في البوبليتيال اسمه سمول سافينس فين. اسمه ايه؟ سمول سافينس فين. وادي صورة قدام حضرتك خلصت برضو. تعالى على اخر صورة عندك في الفايل، اخر صورة بيقول ايه؟ بيقول والله رقم 1 اكبر نيرف في جسمك، في رقم 1 اسمه ايه؟ اسمه سياتيك نيرف. اللي جنبه على طول ده اسمه بوستيريور كوتينياس نيرف اوف ذا ساي. لسه قايلينه، لسه قايلينه في رسمه فوق. رقم 3 كومان بيرونيال، اللي بيمشي بيحدف شمال ده بيحدف ناحيه لاترال ده الكومان بيرونيال، واللي شاقق الفصه نصين ده التيبيال. يبقى 3 كومان بيرونيال و4 تيبيال. طيب و7، 7 ده نيرف اسمه شورال نيرف رايح ياخد سنسيشن من ناحيه لاترال. اسمه ايه؟ شورال نيرف. اذا انت كده خلصت الصور اللي عندك. انا خلصت لك الصور، ارجع راجعهم، ارجع هاتهم تاني من الاول وافضل سمع لنفسك، افضل سمع لنفسك، ذاكر العملي مع حد من صحابك، سمعوا لبعض. اروق حاجه سمع لصاحبك العملي وصاحبك يسمع لك، استدي بارتنر بقى يشتغل كده. خلصنا العملي، زي ما قلت لك درجات العملي مضمونه جدا في الصور. هيسالك على اسم العضله في العظم، يسألك على اسم العضلة والنيرف سبلاي. كده خلصنا العملي ونشوفكم على خير بإذن الله.